الحصاد الإخباري من التغيير، أهلا بكم. الحصاد الإخباري من التغيير، حياكم الله. نشرة منتصف النهار من التغيير، أهلا بكم. حياكم الله، هذه نشرة الأخبار نقدمها لكم من التغيير. الحصاد الإخباري من التغيير نقدمه لكم. إلى تفاصيل، حياكم الله. عام كامل بكل أحداثه وتفاصيله، ها نحن نودعه ونستقبل غيره. عام 2019 كغيره من الأعوام السابقة كانت قناة التغيير الأقرب إلى كل تفاصيله وأخباره وأحداثه. في 365 يوما واكبناها بساعاتها ودقائقها وثوانيها، صيغناها لمتابعين الأفاضل في كل مكان أخبارا وتقاريرا وعروضا ومواجز وتغطيات وبرامج، من خلال تضافر جهود منتسبين كافة من مراسلين ومعدين ومقدمين ومصادر خاصة وكوادر داخل استديوهاتنا وخارجها وضيوف أكارم، ومن خلال النقاش والتحليل والاستقراء وغيرها. كثيرة تلك الأحداث والأخبار بتفاصيلها وحيثياتها وملابساتها وتناقضاتها، وحصرها ضمن هذه التغطية الخاصة هو ضرب من المحال، فما قدمناه في عام كامل يستحيل استرجاعه في بضع دقائق. فقد كنا معكم في 5 نشرات سياسية ونشرة اقتصادية ومثلها للرياضة، فضلا عن 4 مواجز يوميا، ما يعني أننا وخلال عام كامل قدمنا نحو 4000 نشرة وموجز أخبار، وتناولنا أكثر من 30000 خبر، وفتحنا أكثر من 3000 ملف إخباري، وعرضنا أكثر من 2000 تقرير، واستضفنا أكثر من 1000 ضيف داخل استوديوهاتنا وخارجها. التغيير الأولى في نقل الخبر. كنا وما زلنا نقف على قضايا تشغل المواطن. في تفاعلاتها المتواصلة تصلكم الأخبار عبر التغيير. وانحيازا نعترف به، كان دوما للإنسان. قناة التغيير آلت على نفسها منذ تأسيسها على وضع العراق فوق كل المسميات الضيقة، فاعتمدت المهنية أساسا لعملها، والحيادية طريقا تسير عليه، والموضوعية معيارا للتحليل والقراءة والنقاش، والاحترافية أجندة تسعى إلى تحقيقها. وخلال 24 ساعة يوميا استطعنا أن نكون معكم في 8760 ساعة بث سنويا، ابتعدنا خلالها عن كل ما من شأنه تأجيج الأزمات، فكنا من خلال التغيير الأقرب إلى بلوغ الحقائق الضالة، والأسرع في الوصول إلى مصادر المعلومة، والأدق في نقل تفاصيلها، والأكثر احتراما للمواقف بكل تناقضاتها، ما جعلنا نحظى باحترام الجميع دولا وأحزابا وجهات رسمية وأهلية وجماعات وأفراد. ولأن غايتنا كانت ولا زالت الحقيقة وليس سواها، فقد واكبنا كل الأحداث لحظة بلحظة، وخطونا خطوات واثقة ومحسوبة، وقرعنا أبواب المعلومة الموثوقة والرصينة فقط، فلم نقع في أي هفوة أو كبوة، وكتب لنا التوفيق في مشوارنا السنوي النبيل بتوفيق من عند الله. كل هذا لم يأتي من فراغ أو بمحض الصدفة، بل جاء نتيجة السياسة الصحيحة التي رسمت لقناة التغيير، والتي تكلل نجاحها من تضافر جهود جميع منتسبيها، فبهم عملنا كخلية نحل بتناسق تام وانسجام عال. عام كامل غلبت على أيامه الكثير من الأحداث، بعضها ممزوج بالدم، وبعضها غلب عليه النواح والصراخ والبكاء. وحين تنقلب الحياة رأسا على عقب وتتجلى المأساة بأبشع صورها، لا شك أنها فاجعة. ومنها ما كانت صورها
أبلغ وصفا من أي كلمات. أحداث تسارعت وأزمات توالت، خلافات وتكتلات وتحالفات، صراعات غيرت أو حاولت تغيير معالم العالم. ونعترف أننا لم نكن الأوائل في الإمكانيات، لكننا استطعنا أن نحجز للتغيير مقعدا بين الأوائل في عالم الإعلام.